اشوف الحاجات دي عشان ما عشان انت افهمها ويتعلمها حتى لا تقع في طرق الشيطان والتي تتمثل في الطرق الصوفية. انت اعرف الحاجات دي عشان ما تقع لك في طريق بتاع الشيطان. ان الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث. يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. اول حاجة ربنا يرضى التوحيد، وده الان نفتقده في هذه البلاد. الان اصحاب الطرق شغالين ينشروا في العقائد الباطلة وينشروا في الشرك، منثور ومنشور ومقروء ومسموع ومرئي، كل انواع الشرك موجودة في هذه الساحات. ان الله يرضى أن لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث. يرضى لكم ان تعبدوه، والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، من خوف ورجاء وتوكل ودعاء واستغاثة ونذر وذبح وطواف وصلاة وحج وركوع وسجود وغيرها من العبادات. هذه يحبها الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم. الله ما بيرضى عبادة ما قسمه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم، أنا كما قال الله عز وجل، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته للذي أشرك. يعني كونك تدعو الله وتدعو معه شيخ، الله دي ما بدايره. يا تدعو الله براه وتبقى موحد، وكمان يا تدعو الله وتدعو معه فلان وتبقى مشرك، لأنه ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. أسأل أي زول، أسأل الصوفية كلهم، من عبد الرحيم الزريبة إمامهم الذي علمهم السحر والذي علمهم الدجل والذي علمهم البدع، أسأله قل له دليلك شنو علي أنك تنادي الأولياء. لما جاتك الحصوة ولما جات حصوة، نادى أبو التايا وحامد بعصايا، قال هيا أبو التايا وحامد بعصايا زيلوا الحصايا وأمراض كلايا. أسأله قل له الدليل شنو علي أنك تنادي التايا وحامد بعصايا، أبو التايا وحامد بعصايا. بيقول لك شيوخنا قالوا، أبونا الشيخ المرغني قال إن كنت في هم وغم فنادي نبيا مرغني وآتيك بسرعة. لكن ما يقدر يجيب لك ولا دليل من القرآن ولا دليل من السنة، بل كل القرآن والسنة حج عليه. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين. ربنا يقول قل أرأيتم ما تدعون من دون الله. يا سلام، أسأل يا صوفي درويش، قل لي وأبوك المكاشف خلق شنو من السماء؟ ولو قال لك خلق حاجة بكون كفر بالله. خلق شي من الواطع؟ يقول لك لا، بنزل المطر. في ناس بيقول لك بنزل المطر. يا زين ربنا قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا. جيبوا دليل على انه الجماعه دي عندهم شرك في السماء ولا خلقوا حاجه من الواطه، لكن ما عندهم. ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين. ربنا قال بعدها طوالي ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. والله دي ورطه كبيره خلاص يا صوفيه، دي ورطه كبيره. ربنا قال لك لو ناديت المرعب ولو ناديت المكاشي ولو ناديت ود بدر ولو ناديت الركاني ولو ناديت الصايم ديما، ربنا قال لك ما بيسمعوك ولا بيستجيبوا لك ولا بيحلوك، ويوم القيامة بيكفروا بك. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الدرويش يكوارك لما حلقوا من شرق لا يوم القيامة، ربنا قال لك ما بيستجيب لك. طيب انت تاني دار مني شنو؟ أبويا الشيخ يجي يشكي ويبكي تلقاه حبس القبة، زي ما الجماعة في حمد النيل قبل يومين كنت هناك في حمد النيل، شغلة عجيبة وحاجة فظيعة، شرك والله أشكال وأنواع. القبة مدينا لك لون من هناك يعجبك ذاته، والله تقول تشوف القبة كان ما عملت حسابك تمشي ذاتك أنت. يا زول القبة مدينا لك لون ذهبي يا زول، وأنوار ولمبات والدراويش محزمين وملزمين ويروجوا لأبونا الشيخ الميتة. فربنا قال لك ما في زول أضل من الذي يدعو غير الله، ما في أضل منه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم
عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. ودي المشكلة ودي البلية، كونه يوم القيامة أبوك الشيخ الكتب بتدافع عنه هنا في السودان وفي حلقة السوق العربي بالذات، وبتكورك عشانه، ما تشتموا ما تنبذوا ما تكونوا مال الناس. والله نحن أبونا الشيخ يبين فيكم وما يبين، كذاب ما يبين، مستني شنو؟ ما يبين ما يبين، مستني شنو؟ قالوا الصوفية متصرفين في الكون، أمريكا دي ما غلغلت الأمة الإسلامية دي، اتصرفوا لنا فيها كان بيتصرفوا كذابين ودجالين ومفترين. قالوا عبد الرحيم الزريبة نزل طيارة في اللبيط هناك، طيب الطيارة جاءت ضربت اليهود، ما كانت تنزلها معاه وتعمل للسودانيين خدمة إنسانية؟ ولا ما عندك إنسانية؟ ولا ما مسلم؟ أبكر شولة ضربوها، إنتوا وين كنتوا نايمين يا صوفية؟ ما كنتوا مصرفين في الكون وحابسين الكون؟ وزي ما قال عبد الرحيم الزريبة ذاته، قال أوتاد الأرض في الجبل الأربعة، وفي قصيدة ثانية قال: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم. قال الشيوخ بتاعنا الصوفية هم ساترين الأمة السودانية، وانتوا ساتركم من يا مسلمين؟ الله، نحن بسترنا الله والحامينا الله والذي يحيينا الله والذي يميتنا الله. أما أهل التصوف بيقول لك أبونا الشيخ نحن ماشيين بيجاه وماشيين بينفسه وماشيين بيجاه. والله ايش جاي في البلد دي أنا ما بعرف، لكن أبونا الشيخ بيعرف. ده باطل وشرك وضلال، حذر منه النبي عليه السلام، قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وشيئا دي ولو حاجة صغيرة ما تشرك. والله شوف لو جيت لربنا بأعمال ملء السماوات والأرض، شفت حسنات بس، حج وصيام وتلاوة قرآن وصدقات وإنفاق، لكن جيت لي الله بعقيدة في مخلوق، عقيدة في ميت، عقيدة في قبة، عقيدة في صالح، عقيدة في أي مخلوق، ربنا ينسف لك الأعمال دي كلها. الدليل شنو على الكلام ده؟ ربنا قال في سورة الكهف، أقرأ سورة الكهف وما تخليك زول لا في وسط كورك ساي. ربنا قال في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا، عندهم عمل الذين ضل سعيهم حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وليقاته فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ربنا قال في سورة الفرقان: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه قدما منثورا. ليه؟ لأنه كان فيه شرك وكان فيه بدع زي اللي أنا شايفينه في الساحات دي، شرك وبدع وضلالات. ما نظر يا سلطان من وين جبتوا هذه الاحتفالات؟ وإنما هذا كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام: فتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى يا رسول الله، قال هم من غيره، النصارى عندهم الاحتفالات، المسلمين عملوا برضه المولد، النصارى بنوا الكباب والقبور، والصوفية بنوا القبور، النصارى عيسى والصوفية بنوا شيوخهم. وزي ما القصائد كم مرة هنا ونقول ونقول حتى يعلم السودان والمسلمين قاطبة حقيقة أهل التصوف. التصوف يدعو إلى الشرك، يدعو إلى البدع، يدعو إلى الضلال، يدعو إلى التعبيد لغير الله. والله تبقى عبد للشيخ وتشيل الإبريق وما تتكلم وتنكسر وتنزل وتركع وتخضع، ده كله ليه يا شيخ؟ طريقة ربنا كان قضي لك شغلتك. ربنا قال في القرآن، ربنا قال في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ربنا قال اعبدوني، لكن تجي تنزل لك لبشر. وزي ما قال عبد الرحيم الزريبة، قال: السادة السادة أنا عبد لكم نادى، قم يا خي ناديهم لي رجال الله البيزيل البي، والبيزيل البيك منو؟ الله ولا أهل الله؟ الله، لأن ربنا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله. ربنا يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شوف، يا إما تؤمن بالقرآن وتكفر بأشعار الصوفية، يا إما تؤمن بأشعار المتصوفة وتكفر بالقرآن، فهذا والله خسران مبين وضلال عظيم أن يعرض الإنسان عن كلام الله وكلام رسول الله ويتمسك بالأشعار والقصائد والمدايح. فربنا يحب أن يعبد وحده، ربنا ما يقبل ما في العبادة إنه يعبد معه نبي. شفت نبي، ربنا ما يقبل يعبدوه معه،
عشان كذا النصارى لما عبدوا عيسى عليه السلام ربنا يوم القيامة يسألوا يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ قال سبحانك. قال له يا الله سبحانك. وكذلك سائر الأنبياء لا يقبلوا أن يعبدوا مع الله، لأن المستحق للعبادة هو الله وحده جل جلاله. العبادة دي كلها، وأعظم العبادة الدعاء، من أعظم العبادات الدعاء. قد يقول لك واحد ما بنصلي لزول ولا بنركع لزول ولا بنحلم في زول، لكن يطوف في القبة وده شرك، ويدعو الميت وده شرك، ويستغيث بالميت وده شرك، ويذبح للقبة وده شرك. كل هذه من أنواع الشرك، وهذه العبادات كلها تصرف لله. فصل لربك وانحر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وآيات كثيرة تبين أن المعبود هو الله. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرق ما كويس وليس من صفات المسلمين. الليلة أي ميدان فيه ألوان وأشكال من الطرق، وكل طريقة أولاد براها، وكل طريقة أذكار براها، وكل طريقة شيخ براها، وكل طريقة عندها يعني بدع وأشياء مختلفة من الطريقة الأخرى. من أين أتيتم بهذا؟ الدين واحد، والدين مكتمل، والدين تام، لا نقص فيه ولا زيادة فيه. ما عليك إلا تسلك الطريق. دين مكتمل، الإسلام كامل، ما ناقص بدع، ما ناقص بدع. وأسأل هؤلاء، أسألهم، قول لهم الصحابة الشيء ده كانوا قاعد يسووه ولا ما قاعد يسووه؟ ما يقدر دليل. الأئمة الأربعة في موطأ مالك، في الأم للشافعي، في مسند الإمام أحمد، في غيره من كتب أهل العلم، في احتفال بهذه الكيفية؟ في احتفال رقص ونطير واختلاط وبدع وضلالات كله وين؟ في ساحة المولد وفي ساحة البدع والضلالات. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. ما تتفرق، متفرق ليه؟ وانت عامل طريقتك ليه؟ وانت بلغ طريقتك ليه؟ كل الطرق دي خلاها تبقى واحدة إذا كان أصل عليه حق. ولكن ربنا يقول في سورة الروم: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. عشان أي زول يقول لك على طريقتنا، من دخل طريقتنا وتعال بيجاي وطريقة دسمة، الطريقة فيها طريقة لا تخليها، أوعى يغشوك أهل الإنكار بسم يحشوك بالحوم الناس بها يعشوك. عزيزي قاصدنا نحن، أنت عارف الكلام ده؟ قاصدنا نحن لما نجي نقول للمسلمين يا ناس أمسكوا طريق ربنا وأسلكوا طريق ربنا وخلوا الطرق بتاعت إبليس، ما بيرضى، لأنه لاقي من وراه مصلحة. الدرويش يمشي يزرع يجيب العيش، الدرويش يمشي يحش يجيب لأبو الشيخ، يمشي يشتغل يديه البياض، أو يمشي هنا المرة ما ودت يجيب للشيخ. في مصالح لهؤلاء الشيوخ الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. وربنا يقول إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. عشان كده ما بيرضوا وما بيقبلوا ويحاربوا أهل السنة حرب عنيفة. والآن الصوفية الآن وين؟ في أمريكا. يا صوفية عندكم شنو في أمريكا؟ سؤال مطروح لكل الصوفية، عندكم شنو في أمريكا؟ في البيت الأسود الذي هو الشيطان الأكبر والكفر الأكبر والحقد الأكبر على الإسلام، عندكم شنو هناك في البيت الأبيض؟ 12 واحد صوفي فاتوا هناك اترموا في حضن أوباما. التقايل اشتغل دي. عارفين التصوف ده ما خطر على دينهم الباطل، عشان كده بيقربوه ويملاهم بالأحقاد على أهل السنة والجماعة. يجوا هنا ما تسمعوا لدل ديل وهابية، ديل خامسية، ديل نواصب، ديل، وده ما بحلك والله، ده كله ما بحلك يا صوفي، إلا تخلي طريق أبوك الشيخ وتجدع الجبة الخضراء وتجدع الحجاب وتشرد سلطة الشيخ وتسلك طريق النبي عليه الصلاة، لكن ما بحلنا منك. وإنت يا أوباما ويا غيره يا غيره ما بتقدر توقفوا دين الله والله، لا أوباما لا غيره، لا أمريكا لا روسيا لا غيره لا غيره. لأن ربنا قال في القرآن: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا الغالبون. فأبشر بالخسران في الدنيا والآخرة. الصدور بحارب دين الله ده خسران. يعني كده الاعتصام إنما يكون بالكتاب والسنة ومذموم كل التفرق كله مذموم.
طرق أحزاب جماعات كلها متفرقة، ونحن من هذا المكان نحذر كافة المسلمين من الطرق والجماعات والأحزاب، وندعوهم إلى الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم وأحكم، وأقدم أخونا محي الدين فضل مجزي مجرد السلام.